يقول هذا السائل السوداني مقيم بالرياض: أنا علي ديون كثيرة، هل يمكنني أن أذهب وأأتي بعمرة مع أنني لم أعتمر طول حياتي؟ الله جل وعلا قال: من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله لم يكلفك بالحج والعمرة وأنت لا تستطيع، وعندك ديون تعجز عن سدادها، لم يكلفك الله بذلك. فابدأ بسداد الديون، فإذا سددت الديون وبقي عندك مال تستطيع به الحج والعمرة فإنك تحج وتعتمر.